هذا البرنامج برعاية حكم أحد الملوك الظلمة على شخصين بالموت والإعدام أو دعهما إلى السجن. كان الأول يشوبه شيء من التفاؤل والآخر أظلمت حياته باليأس. سمع ذلك المتفائل أن لذلك الملك حصاناً يحبه حباً جماً، فطلب ملاقاة ذلك الملك وألح في ذلك، ورفع ذلك الأمر إلى الملك فقال ائتوني به، فجاءوا له به وأوقفه بين يديه وقال ما تريد مني؟ قال أنا أعلم أنك تحب ذلك الحصان وإني أطالبك بطلب واحد. قال وما هو؟ قال أن تبقيني سنة أدرب لك هذا الحصان حتى يطير في السماء إن شاء الله. فكر ذلك الملك وقدر، وما يضيرني أن أؤخره عاما ثم أقتله بعد عام، لن أستفيد من قتله الآن. فأرجعه إلى صاحبه في السجن، فجلس إليه صاحبه ذلك المتشائم الذي ينظر إلى الدنيا بمنظار أسود، قال لما صنعت هذا وأنت تعلم أنه من المستحيل أن يطير الحصان؟ قال أنا أعلم ذلك، لكني استطعت أن أحتال على الملك فيؤخر قتلي لمدة عام، في هذا العام يمكن أن يموت الحصان أو يموت الملك أو أموت أنا بغير قطع الرأس. المتفائل ينظر إلى الدنيا أيها الأحبة بمنظار مشرق، فيرى الدنيا أبهى ما تكون وأجمل ما تكون. أما المتشائم فإنه لا ينظر إلى شيء لأن الدنيا قد اسودت في عينيه. المتفائل ينظر إلى الألف ميل كأنما هي ميل، أما المتشائم فينظر إلى الميل الواحد كأنما هو ألف ميل. المتفائل ينظر إلى الدنيا أمام عينه إلى جمالها وكمالها، أما المتشائم فإنه لا ينظر إليها وإنما ينظر دائماً إلى الخلف، والذي يسير دائماً إلى الخلف ربما لا يصل أبدا. الحياة جميلة إن نظرنا إليها بعين الحسن والاستحسان، وهي كذلك قبيحة إن غيبنا هذه النظرة الجميلة عن هذه الدنيا الجميلة التي جعل الله فيها من الجمال والكمال ما لا يخلقه إلا هو سبحانه وبحمده. لا تيأس، فالبكاء والعويل في الظلام الدامس والليل العابس لن يشعل لك فتيل القنديل. أقرب ما يكون الفجر حينما يسود الليل، فليس بعد الظلام إلا النور، وليس بعد الظلمة إلا الضياء، وليس بعد الجوع إلا الشبع، وليس بعد الخوف إلا الأمن، وليس بعد العسر إلا اليسر. إنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين بإذن الله تبارك وتعالى. لا تيأس، فلك رب رحيم كريم قادر لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. كيف تيأس؟ والله سبحانه وتعالى يقول والله على كل شيء قدير. قادر سبحانه وتعالى أن يعطيك وأن يرضيك وأن يشفيك وأن يرد لك غائبك وأن يعطيك سؤلك وأن يمنحك ما تتمنى وأن يهبك ما ترجو، فهو القادر. كيف لا وهو الذي يقول وهو علي هين؟ كل عسير على الناس هو يسير على ربنا سبحانه وتعالى، رب التقدير والتدبير جل في عليائه. كيف تيأس ولك رب يقول لك ادعوني أستجب لكم؟ حاجاتك، رغباتك، طلباتك، أمنياتك، كل ذلك بيده سبحانه وتعالى. فلا تتعجل الفرج، الفرج كالجنين في بطن أمه، جماله في أن يخرج تاماً كاملاً في أبهى صورة وأجمل هيئة، لكنه إن تعجلته وأخرجته قبل ذلك فإنه يخرج خداجاً وربما يموت بعد لحظات من خروجه إلى الدنيا. الله تبارك وتعالى يغيب عنك ليعطيك أكثر، ويحرمك الآن ليرحمك غداً ويعطيك ويتفضل عليك. لا يمنعك سبحانه وتعالى لأنه بخيل فحاشاه،
فهو الكريم الجواد العظيم سبحانه وتعالى. لا يمنعك لأنه عاجز، فهو القادر الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. لا يعطيك جل في عليائه لأنه لا يرحمك، لا، فهو الرحمن الرحيم الكريم المنان سبحانه وتعالى. هو أرحم الراحمين، أجود الأجودين، أكرم الأكرمين، أمره بين الكاف والنون. إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. افتح باب الأمل، امض إلى ربك، أحسن الظن به، فهو الذي يقول لك أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء، لا تظن بالله إلا خيرا. وإلى الغروب. جاء أحد السجانين إلى مسجون عنده في زنزانة وقال له هذه فرصة استثنائية في حياتك، إذا أردت أن تخرج من هذه الزنزانة فلن أمنعك هذه الليلة. ثم ذهب عنه، وجعل ذلك السجان يبحث في تلك الحجرة عن أي فرجة يمكن أن يخرج منها. بحث في الجدار، في الأرض، في النوافذ، حاول بكل ما أوتي من وسيلة أن يبحث عن فرجة فما استطاع، حتى ذهب الليل وولد الفجر وجاء النهار وجاء معه السجان. ثم قال له لما لم تخرج؟ قال بحثت عن كل مخرج فما استطعت. قال يا سبحان الله، هذا الباب، باب السجن، كان مفتوحا لم أغلقه هذه الليلة. الحل قريب، الذي تتمناه أقرب مما تتخيل، لكن ابحث عنه فربما يكون أقرب مما تتصور وأعجل مما تتخيل. فرج الله قادم، ربما في الخطوة القادمة، ربما في طرقة الباب القادمة، ربما مع الضيف القادم، ربما مع يوم غد، ربما مع البشارة القادمة، ربما أقرب مما تتخيل. فضل الله عظيم وخير الله عميم سبحانه وبحمده جل في عليائه. لكن نحتاج إلى رضا بالقضاء، نحتاج أن ندخل إلى هذه الجنة العظيمة، جنة الرضا بقضاء الرب سبحانه وتعالى، فهي والله السعادة في الدنيا، وهي والله جنة الدنيا. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لأن أضع جمرة في فمي حتى تنطفي أهون علي من أن أقول لشيء قدره الله ليت أن هذا الأمر لم يكن. وصدق والله، لو أن الله تبارك وتعالى كشف عنا حجاب القضاء والقدر لما تمنينا إلا ما وقع علينا. لماذا؟ لأن الله أرحم بنا من أنفسنا ومن والدينا ومن الناس أجمعين سبحانه وتعالى. إذن الفرج قادم، وكلما اشتدت الكرب وزاد الألم اقترب الفرج بإذن الله تبارك وتعالى. وهكذا وعد الله لأنبيائه سبحانه وتعالى، حتى إذا كذبوا وأوذوا جاء الفرج منه سبحانه وتعالى، فنجى الله من يشاء وجاء بالفرج لمن يشاء، وأهلك بعدله من يشاء، وتفضل بفضله على من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فقط أعظم الصلة بالله عز وجل، وأحسن الظن به سبحانه وتعالى، وقل غدا بإذن الله أجمل، وفي يوم غد سيأتيني الفرج واللحظة الحاسمة واللحظة الجميلة التي أنتظرها في حياتي. الله قادر ولن يعجزه شيء. استمطر الرحمات من رب الأرض والسماوات بالدعوات، وأبشر بالخير الكثير من ربك الكبير سبحانه وبحمده. اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق وقولك الحق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق. اللهم فاكتبنا من الشاهدين، واسلك بنا سبيل المؤمنين يا أرحم الراحمين. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا، وعليك توكلنا وإليك أنبنا، وبك خاصمنا وإليك حاكمنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا،
وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم والمؤخر، لا إله إلا أنت.